السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم يا جماعة؟ عساكم طيبين إن شاء الله مرتاحين. أدري ما صورت أنا أمس وسألوني، مشكورين على الإرسال إني ما صورت. ليه ما صورت أمس؟ ما صورت سموحة منكم، أخذت بريك ون داي. أنا بالوريدو. السلام عليكم. شو الجو فوق؟ يا سلام. الشمال ها؟ إيه. نحن الحين في ماتسيموتو. طبعا اليوم اخر يوم امس قضيناه هنا. الجو جميل يا جماعه، جو عليل، جاكيتات لان شوي ابرد عن المنطقه اللي صرنا لها قبل، اللي كنا فيها قبل كنا في شويه نفاف، ها مرات شوي منا ومنا، وهذا نافعني الصراحه والله الجاكيت عن البرد وعن زخات النفاف. سائرين الحين الى متحف ولا واتش ميوزيوم حسنين؟ الارت اول. اول شيء بنسير ارت ميوزيوم، بعدين بنسير ان شاء الله الى واتش تايم ميوزيوم يسمونه. بنشوف، بنطالع، بنمر هالمعلمين ان شاء الله، وبعدين بنتوجه من ماتسيموتو الى ناغانو ان شاء الله من بعدها. فبتكون رحله قصيره 50 دقيقه بالشينكانسن ان شاء الله. فرينا شنطنا واغراضنا، تخليناها في الفندق، سوينا تشيك اوت، فرينا اغراضنا هناك، ومتويهين الحين. عيبتك متويهين؟ متويهين ها؟ متويهين. بتكلم عن ماتسيموتو شويه. ماتسيموتو هي تريد تكلمنا عن المدينه. المدينه حلوه، صغيره طبعا. المسافات فيها 17 دقيقه يمكن مشي، ثلث ساعه 17 دقيقه. المعالم كلها حضال بعض. هي في شارعين مهمين، اها يعني فيها محلات اللي يبغى يشترى اشياء، يعني مو بكبر الشوارع الموجوده. منطقه حلوه تقضي فيها يومين. طبعا فيها قلعه ماتسيموتو، قلعه مشهوره هاي فوق ال 400 سنه يمكن عمرها. هي نفسها خشبها بشكلها، مش يعني دمروها وردبنوها من اول وجديد. فهاي وحده من القلاع الاوثنتك. انا زرت قبل هيميجي وبيتاي الحين ماتسيموتو، وانبهرت الصراحة. أظن يمكن حمد هاي أول مرة تشوف قلعة بخشبها. أوه هي أصلية يا ريال، تحس ما فيها شيء وايد متغير، وفيها دري لين فوق. الدري طبعا وايد سلوب، سلوبي. أنا توقعتها الصراحة أكبر عن ما شفتها يعني في الصورة. أنا نفس الشيء توقعتها أكبر. هي. بس القلعة زينة. أوكي. نفس يعني مثلا أوساكا من القلاع المهمة وأوكياما وغيره وهذا، بس للأسف يعني صارت أحداث قبل، حرب وما حرب وغيره، دمروها وردبنوها من اول جديد. فتحس انك تزور متحف ما تزور القلعه الاصليه. اي صح بالضبط. بس تيجي هيميجي وناغويا، قصدي ايش يسمونه ماتسيموتو، يعني تحس ان هي القلعه الاصليه. هيميجي وماتسيموتو هاي القلعه اللي تكون فيها يعني تكون اوثنتك وايد، تكون اوثنتك يعني ما تكون فيها وايد تغيير. في الحروب ما احترقت، ما ردبنوها من اول وجديد. واتوقع بعد في كم من قلعه نفس الشيء في اليابان يعني ينعدون على الاصابع. فتجربة حلوة، ماتسيموتو مدينة صغيرة حلوة فيها تمشاية. أتوقع موسم السكرة يمكن الحديقة مال القلعة بتكون أحلى. إيه شفت الصور. أول خريف. إيه. يعني خلاص الشجر كل أوراق، كل أوراق الشجر طاح. إيه أوردي ها، مثل ما تشوفون يعني. أنا يوم شفت صور السكرة قلعة ماتسيموتو حلوة. إيه وقت السكرة أحس وايد أوكي. طبعًا موسم السكرة يختلف من منطقة لمنطقة. يعني مثلًا على سبيل المثال. طوكيو مثلا شهر 3، كل ما تصير الشمال يكون في الاشهر اللي بعده تكون مثلا شهر 4 اخر 4، تصير سبورت تكون 5 كذا يكون. صح. وكل سنه تشيكوا على السكجول، اذا بتون انتم موسم السكره في سكجول يحطوا لكم اياه تواريخ معينه من بين تاريخ مثلا 15 و30 في هالمنطقه، من بين تاريخ 30 و7 في هالمنطقه، وعلى حسب الاشهر. بس مكان صراحة جميل، وطبعا كلها جبال حواليها مثل ما تشوفون هنا. ها يعني نحن من صوب الفندق ولا من صوب قلعة ماتسيموتو شفنا سلسلة الجبال حواليها دور ما داير المكان. ها ثلج فوق. ايه ثلوج فوق. فهي منطقة جميلة وحلوة، تستاهل يومين. ايه تستاهل ليلة اذا انت جاي قبلها بيوم من وقت تسوي تشيك ان وتجلس فيها اول يوم، ثاني يوم تسوي تشيك اوت، تمشي بعد على كم من معلم وش اسمه، وتقضي وقتك هنا صراحه وايد اوكي. بس تفاجئنا امس يوم الاثنين مسكره المحلات، ما اعرف اذا اجازه رسميه وعندهم في ماتسيموتو هالشيء،
تشتغل في الستيشن قالت ترى ماشي القلعه بس مفتوحه، المحلات كلها مسكره والمعالم. ايه لان مرينا على شارع تقريبا نص المحلات فيها مسكره يعني. فواحد بعد زين يبحث عن الشيء قبل ما يحجز. ايه بالضبط، تسالون انفورميشن سنتر، تسالون مثلا الريسبشن في الفندق وايد افضل. فهي ان شاء الله ترقبوا الشمونه المتحف الحين ان شاء الله لما نوصل له ربع ساعة تقريبا كان يكون اقل ان شاء الله. ويل سي جودو. دايموند دوغ بلوريد دايموند تشربي ها دايموند تشربي. طبعا ما قدرنا نصور الاكزيبيشن من داخل كامل، بس اذا تذكرون هذه شفناها نفسها بالضبط في ناغازاكي، هي نفس الارتست. زين بحط لكم اسمها بعدين وبحط لكم بعض من الارت مالها، وايد المكان حلو حقها هي. بس شفنا باقي الارت they were okay no problem، بس هذا الارت مالها اللي هو بولكا دوت وايد انسبايرد باي ات. بحط لكم كم صورة عنها وعن الميزيوم هذا. الان خلصنا تو متحف ال دايموند دوغ يسمونه متحف شو اسمها يا ربي، هاي يايوي كوسومو، انا اسف اسمها كذا. انزين وين اوه توني انتبهت. المهم هذه الارت مالها مثل ما قلت لكم بولكا دوت ما ادري شو هالكلام، هذا اسمها يا يوي كوساما بعد استغفر الله العظيم اسمها بروحه يجيب الشبهه. المهم هذه بحط لكم صورتها، هي ما شاء الله مولوده سنه 1929 ما شاء الله عليها، لين السنه طافت تسوي اكزيبيشنز. ف اقروا عنها حق اللي يحب المودرن ارت والاشياء الشو ويرد واشياء غريبه، اقروا عنها وايد اوكي صراحه. هاي العيوز يا يوي يعني قصتها قصة، وكانت وايد عايشة بانفايرمنت يعني بيئة جدا يعني سامة، وكانت تبغى تنتحر وعايشة طول حياتها لونلي وفقيرة، وكم مرة يعني كانت تبغى تنتحر وما كانت يعني ما كانت تحس فيه إلا الدموع اللي على خدها، وحاولت يعني إنها يعني تستمر بحياتها بأي شيء هي تقدره، وما وعت إلا على يوم واحد يعني إن هي عندها نفس اللوحة وبدأ ترسم السماء وهالكلام، وبعدين طلع لها باشن اللي هي البولكا دوتس اللي هي النقوط الدواوير اللي شفتوها توه. وايد أشياء من الآرت مالها الصراحة، آرت مالها حلو قصتها حلوة، في عندها بعد نفس شعر الياباني الصراحة حلو، لو قدرت أحصله بسوي لكم شير عنه، وايد حلو وايد جميل. أجين المتحف هذا وما تسموته يستاهل إذا بتونه حق بس هذه، أما باجي الإيفنتس اللي داخل ولا الجاليريز عاديين مش وايد 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 حلوين، بس هذا الحلو اللي فيها. أو تعال بعد في كوفي هنا، يا سلام كوفي على الحديقة هذه اللي ما فيها شيء بس فيها هايلة على الهبان، هذا العود وهذا العازي، وهناك الشاسر واللي ورا الرنة حبيب دقطة دقط دقطة يا ورا باكر. حتى الباص هذا بعد بالبولكا دوت نفس الارتست هاي يا يوي، هي طبعا ها هنا مسقط راسه في ماتسيموتو.
توهق بالوريد؟ نجرب. قطع ها سبورتس سبورتس هاي وحش بالوريد. جرب امشي وينك العيوز. لا كاكوي عربي شوغن هذا بعد نفس الشيء. اوه يا سلام عيبك بريد. يقولك حق المعضلين يقولك هات تلبسه تعضل. كيف تمشي فيه بالوليد؟ تعال يا كابتن. شوف كيف على اليم. لا انا هذا ما باخذه ما باخذ من هذا يا رجل. احس بطيح بنزلق. هذا يقول لك زين حق عضله الخاصره. ممتاز مستانس عليه بالوليد. بس يبالك انت كاستم كامل. كاستم كامل يبالك نفس هذا تحت الكندور. الحين انت بروحك اوريدي طويل بعد هذا مطولين لك زياده. تقول لك تيك هاي طويل. القريه العالميه بتمشى فيك صح؟ بقولهم هايبرد هايبرد. لا والله فنان صح؟ صدق اذا لبسته ما بتفصخ. انت بتحط هذا المحل مختص بالفندال. تبى فندال تشيبس فندال ماونتن تبى فندال تاكل بالخاشوقة تبى فندال على شكل اصابع البوبو. تعرف تحيدون اصابع البوبو؟ سيم اصابع البوبو. يا سلام وشكلين باخذ لي واحد من هاي. والله صراحة شكله فنان مو يبس. والله تويته مشروب بعد كان نفس السموذي في بالايس كريم. انا هالمحل هنا جوي الفندال تفنديل. يا سلام يا سلامي بالهاني بوتر. هذا رقم واحد اعتقد سامبلات. ايه وهذا بالجارليك تشيكن وهذا بالشكر. في واحد انا شفته اخضر هذا نوري سولت. نوري شكله فنان يا ريال. نوري هذا اللي يسمونه نفس السيويد. شوف الجمني حبيبي مرفعنا شو رنقات رايز. يمكن لا تكلمني لا تكلمني يا ريال. كم جميعا شخباركم يا جماعة؟ عساكم طيبين. ما توقعنا بتمطر وما شاء الله الجو ممطر. جو جميل جو عليل. طبعا مغامرة ما بتبتدي 100% 100% اليوم. باكر ان شاء الله. بس بنشوف انه اذا بنحصل مكان حق شوبينج حق تشري اغراض. بس يمكن بتعشى شيء كذا. we'll see. بس يعني ان شاء الله باكر ما باغتنا المطر وجينا نفس كذا ما نقدر نسوي اوت دور اكتيفيتيز. لان ودنا نسير الغابه نسير حديقه السبلان اللي يسمونها الاونسن مال السبلان. فبنشوف ان شاء الله ونسي. الحمد لله على نعمه المطر. السلام. يا اهلا وسهلا جميعا شخباركم عساكم طيبين. شو موحى منكم
اليوم ما قدرنا نصور وايد اشياء لان اجين طاح مطر كذا. ف بنتم ياسين في الشقه اليوم بنشوف انه انمي وبنلعب سوبر سماش بنلعب بوكيمون بنلعب هالسوالف. المهم بنحاول شوي وينجوي وقتان. انا اسف في الفيديوهات المساعيه. كنت اول ما ابتدي اصور اول يمكن ثانيتين الفويس يستوي له شوي كات، ما اعرف ليش السبب. اعتقد سنابي انا معلق، لان تبون الصراحه لو تشوفون بس مقدار الكومنتات اللي توصلني ومقدار الفيوز اللي احصلها يعني في اليوم يعني مش طبيعيه. بس يعني احساس احاول قد ما اقدر ان ارد على كل حد، سواء كانت بفويس نوت ولا كانت يعني كتابة ولا اي شيء. فاسمحوا لي شوي السناب معلق علق عندي صراحة. بس ان شاء الله باتر اذا الجو كان صافي بيكون وايد اوكي. بنصير معبد وبنصير معبد يعني بنصير مكان مال الينابيع الحارة حق السبلان. هل انتم تشوفون الصور مالها في النت سبلان كيف متودنين في الماي هذا المكان اللي بنصير. انا ما كنت ادري انه موجود في ناغانو، بس بالصدفه بالويدي يعرف اكيد انا اللي ما كنت اعرف. ف بنصير ان شاء الله بريكم هالشيء باكر. واسمو حملكم مره ثانيه، اتمنى لكم ليله سعيده ان شاء الله يا رب. شاي بسبلاي ريد بول، طبعا ريد بول بسعر القديم يا سلام 5 ريال يمكن هنا. فاتمنى لكم ليله سعيده، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.